محبب لكل السودانيين. هو شاب صغير في العمر وفنان متألق وأصبح عنده يعني جماهير كبيرة جدا. ويمكن مشاهدينا نحن قبل هذه الأغنية نوهنا عن هذه الفقرة بعنوان اعتذار عبر قناة الهلال، وقلنا إنه تتابعوا معنا من هو المعتذر ولمن الاعتذار. الفنان أحمد فتح الله في فترة وجيزة جدا استطاع إنه يمتلك قلب جماهير السودانية بصوته المحبب جدا لكل النفوس وبموهبته الجميلة جدا، والجمهور قدم له محبة كبيرة جدا وقدم له تشجيع وقدم له اهتمام كبير جدا واهتمام واسع، ولكن زعلانين منه والجمهور زعلان منه. يقال أو بيقول الجمهور إنه هو أساء له في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إحنا عبر هذه المساحة حنسمع منه وحنسمع من والده وحنسمع من مدير أعماله تفاصيل اللي حصلت وسوء الفهم الحصل. وهو إن شاء الله اليوم جاي يقدم اعتذار، لكن بعد ما يوضح التفاصيل اللي حصلت. نحن سعيدين جدا عبر هذه المساحة التي تحمل عنوان اعتذار، وما أي زول بيعرف الاعتذار. سعيدين جدا إنه يكون معنا الفنان الشاب أحمد فتح الله. أحمد مرحبا بك. السلام عليكم أستاذة داليا، والتحية لجمهور أمة الهلال العظيم، والتحية موصولة برضو لحادي الركب وقائد المسيرة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال. وأنا سعيد جدا جدا بتواجدي معكم وشاكر جدا لإتاحة الفرصة لي. شكرا. الله يديك الصحة والعافية أحمد. نحن سعيدين بوجودك داخل الأستوديو عبر هذه المساحة، وبالتأكيد جمهورك كله متابعك ومنتظر منك هذا اللقاء التوضيحي. وسعيدين جدا أنه عبر هذه المساحة ومع أحمد يكون معه والده الأستاذ فتح الله عبد الرؤوف. أحمد مرحبا بك عم فتح الله. أهلا بأسرة قناة الهلال، وأهلا بجمهور الهلال، وعبر هذه السانحة أحيي إدارة القناة مسؤول الأستاذة فاطمة الصادق وفي كل الطاقم العامل لقناة الهلال، وعبر محيي الدكتور أحمد سيد أحمد أشرف سيد أحمد الكاردينال راعي القناة ورئيس نادي الهلال، ونتمنى لهم كل توفيق وسداد وبصمتهم واضحة جدا، ونتمنى للهلال في المقدمة ودائما الهلال في المقدمة، وإن شاء الله منصورين. الله يديك الصحة والعافية. سعيدين بوجودك معنا عم فتح الله عبد الرؤوف أحمد، وبرضو عبر اللايف يو معنا المعز فتح الرحمن مدير أعمال الفنان الشاب أحمد فتح الله. مرحب بك المعز وأهلا وسهلا بك عبر هذه المساحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك وأهلا بقناة الهلال، ونحيي جميع مشاهدي القناة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن، ونتمنى أن نكون خفيفي الظل على المستمعين إن شاء الله المشاهدين عبر قناة الهلال. مرحب بك المعيز فتح الرحمن، ومرحب بك أحمد مرة ثانية. الناس عارفة اللي حصل شنو، لكن بالتأكيد محتاجين توضيح منك، لأنه زي ما ذكرت في البداية هم بيحبوك جدا، واللوم والزعل ما بيكون إلا لزول بيحب زول يعني. فعايزين نعرف منك في البداية يعني الرد المباشر للمنتقدين على السوشيال ميديا، هل كانت طريقة صحيحة ولا أنت رأيك شو؟ والله طبعا حابة أصحح لك معلومة إنه ما جمهوري أنا ما زعلان مني، الحمد والشكر لله. الحاجة الثانية، أنا زي أي مشترك عادي في فيسبوك بعمل لايف، بحب أتواصل مع ناسي، بيكون لي كل احترام وتقدير، والحاجة دي متبادلة. في ناس مندسين، وفي حملة منظمة كانت قبل موضوع اللايف بتاعي ده، يعني في ناس كانوا بيخطوا مقارنات، بيعملوا لي مقارنات مع القامة المرحوم محمود عبد العزيز. حتى في الحفلة قلت لهم في المكتب القبطي، قلت لهم يا اخواننا يا اخي انا محمود ده، الناس يعني الفنانين في كفة وهو في كفة تانية، يعني ده اسطورة حاجة في العالم ما حصلت، زول ميت هو ما في إملا استاد، دي ما حصلت لفنان في العالم على مر التاريخ. وهو حي كان يملى نادي الضباط وكان ممكن يملى أي استاد يعني. صحيح. فدي كانت البداية، ودي كان السبب اللايف أساسا. في ناس مندسين وجمهور فنانين معينين انا عارفهم، وهم ماسي بيتململوا، وبالدارجه كده بالعاميه انا ضبحتهم الحمد لله بتوفيق من ربنا،
وسهم بفرفروا والروح هتطلع على يدي باذن الله، وحنودوه لعبد المدير ما شاء الله في احمد شرفي. احنا عايزين الروح الصعبه دي منك يا احمد. لا يعني انا الغيره كويسه، الحسد كعب، ونازل حاسدين وحملة منظمة وتوفيق من الله. الحاجات الانتقادات والجوطة اللي حصلت دي كلها هم واهمين. النازل قدموا لي خدمة كبيرة جدا. الليلة في ناس ما بيعرفوا أحمد فتح الله، مشى يفتش يا أخي ده منو أحمد فتح الله العامل زو بعده في أي جروب في أي صفحة، مشى فتش سمع غونة بيقى واحد من جمهوري يا أخي كتر خير كنتوا خدمتوني خدمة وانتوا خدتوا لي سلمة وأنا طالع عليها. طيب يا احمد يعني الرد عليهم بالصمت ما كان افضل من الرد انا بالكلام. طبعا جعل الحمد لله والشكر لله. وانا الراجل ده شنو ابو قدر شنو؟ جعل ابو دم وام حار يعني. انا عمته قدر شنو عشان ابو ده قدر شنو؟ انا زول حار جدا، ما بستحمل زول يسيء لي ولا يسيء لي لامي مرحومه تحت التراب. انا اجي سبب الله ان شاء الله ربنا يرحمه. الناس زي اساءوا لي انا ما بقدر اسكت، قمت رديت طوالي. نحن حنرجع للتفاصيل دي معك يا احمد، وعايزين نقول لك انه في كثير من الفنانين الكبار جدا يعني في العمر وفي التجربه اساءوا لهم لكن لما الناس كمان بتختلف. هسه انا داير اعتذر لان انا ناسي قلت الحمد لله ما زعلانين مني، لكن انا اي زول غلطت عليه او اسيت او جاء تجريح مني انا والله بعتذر له العفو والعافيه واقول له المسامح كريم ربنا بيغفر الذنوب. يعني انا غلطت وبسبب، لكن الحمد لله المسامح كريم. انا بتمنى من الناس زي اللي سامحوني ما اكثر ولا اقل. نعم نحن حنرجع لك احمد، لكن برضو عمنا فتح الله بنرحب بك طبعا مره ثانيه عبر قناه الهلال، و يعني سعيدين جدا انه تجي مع احمد ونتكلم شويه عن احمد ذاته وعن شخصيه اول حاجه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد والله بالفرصه والاطلاله على قناه الهلال، وهي فرصه صراحه ما سهله، انا اشكرهم عليها كثير الشكر. اول حاجه احمد شاب في بدايه حياته وزول صغير في السن وموهبه، نحن حقه كلنا. انا بناشد من عبر قناه الهلال كل الشعب السوداني وكل المحبين للطرب وللقناة والفن، بناشدهم انه اول حاجه بعتذر عن الشيء اللي حصل نيابة عن الأسرة بحكم أنه والده، وهي حصلت ما حاجة مقصودة. أحمد تجربته في الحياة بسيطة وتجربته في الفن بسيطة، وزول في بداية حياته وزول موهبة، ومشكلة أحمد أنه حار شوية زي ما قال، هو شوية كده حار وزول أحمق بيستجيب للاستفزازات بسرعة. نعم و... طيب أستاذ فتح الله يعني من غير مقاطعة عليك، أحمد شاب صغير في العمر وفنان أصبح لديه جماهير كبيرة جدا، يعني مفترض انتوا كبار في العمر وانت والده وقريب منه يكون في توجيه منك له بانه يبرد قلبه شويه يعني مع ال والله هو بالتاكيد ممكن تكون ضده يعني. صح، هو بالتاكيد التعامل مع الجمهور عايز حصافه شويه وعايز طوله بال وعايز زول يكون فلكسبل شويه، ما يكون زول مرن، مسألة ما سهلة صراحة، وعايز أقول لكم عنده تجربة. أنا حقيقة عبر الإطلالة زي ما كنت أكرر مرة ثانية بعتذر والله لكل جماهير الشعب السوداني غاطبة، ولا جماهير القناة، ولا أسرة الأسرة الفنية كلها، بعتذر عن هذا الحاجات اللي حصلت. زي ما قلت لهم حاجات ما مقصودة، وأحمد زول مهذب وزول رقيق وزول فاضل وزول ممتاز جدا، بس مشكلته إنه حار شوية وأحمق شوية. فأرجو كل إنسان بغلط وكلنا ما مكملين الكمال لله، فأرجو إنه الناس يسامحوا، وبنعتذر نيابة عنه ونعتذر لكل الناس ولكل الشعب السوداني عن أي حاجة أصابته أو الرشاشة وكذا. وزي ما قلت لهم هي نتيجة بتاعت الاستفزازات، والاستفزاز حقيقة مش ممكن يدي مرات لزول يرتكب حماقة يقتل زول يضرب زول، يعني الاستفزاز في القانون وضع له مواد معينة، وضع له اعتبارات، وضع له ده ما بنورر ان احنا الشيء اللي حصل، لكن بس لانه احمد تجربته بسيطة وكده. وزي ما قال لكم احمد تفضل، هو يمكن تكون في حملة منظمة وحاجات مقصودة وفي ناس مندسين، والنجاح حصل له ضريبة بكل امانة يعني له ضريبة وكده. فعموما نحن بنعتذر من الحاجة دي، وما حاجة وما تربيته ولا بتجيبه احمد. واحمد ده بالمناسبة يعني اتمنى انه تجي فرصة ويقدم والناس تعرفه على حقيقته، ذول قلبه ابيض ويحب الناس وذول متواضع وذول بسيط بطبعه، بسيط جدا ورقيق بصورة اصلا ما تخيلها، حتى بتعامله في البيت ومع اخوانه ومع الناس وفي الشارع معروف احمد انه ذول بسيط وذول متواضع وذول يعني زي ما قالوا في قلبه في لسانه والفيه وفي يده، اصلا لا بيعرف يمسك ولا بيعرف يحقد ولا بيعرف كده.
هو بطبعه انسان مسامح، فنرجو انه الناس تسامحه. نعم، نحن حنرجع لك مره ثانيه يا عمنا فتح الله، لكن برضه بنرحب مره ثانيه بالمعيز فتح الرحمن مدير اعماله للفنان الشاب احمد فتح الله عبر اللايف يوم. مرحبا بك مره ثانيه المعيز، ويعني حابين نسمع تعليقك حول ما حدث، ويعني انت مدير اعماله وعندك دور كبير جدا، وقبل كده مفروض نقول انه النقد الوجه لاحمد فتح الله هو دليل وجوده ودليل نجاحه في الساحه الفنيه. يعني إصالة عن نفسي ونيابة عن كل الأسرة، بنقدم اعتذارنا لكل الساحة الفنية ولكل المهتمين بالجانب الفني عما بدر من ابننا أحمد تجاه الجمهور، ولكل جواد كبوة، وهو الآن بيقدم اعتذار رسمي لكل الجمهور وبيعترف بأنه أخطأ في حق الجمهور، والاعتراف بالخطأ هو ما العيب في أنه الزول يغلط، لكن بيبقى الاعتراف بالخطأ هو بداية للطريق الصح وبداية لتصحيح المسار. نعم، وهو الآن نتكلم أستاذ المعيز، يعني نتكلم عن دورك الحقيقي ليس كمدير أعمال فقط، ولكن إحنا عرفنا أنه أنت واحد من الأسرة، فدورك كأخ كبير يعني قبل ما تكون مدير أعمال لأحمد، وأنه هو ما يتعرض لهذا الموقف مرة ثانية، وحتى ممكن يكون كحل أنه ما يكون يعني في تواصل مباشر بينه وبين جماهيره في السوشيال ميديا، أو حتى الناس اللي ممكن يكونوا أعداء له. يعني زي ما ذكر أحمد إنه في يعني حملة منظمة وممنهجة، وفي ناس مندسين حتى في اللايف هم بيحاولوا يستفزوا أحمد ويطلعوه من طوره عشان تحدث منه. الناس القريب بيعرفوا طبع أحمد بصورته الحادة، على أساس إنه تصدر منه بعض الكلمات الما مستساغة أو الما محبذة أو يعني اللي بتصير الجمهور تجاهه. فإن شاء الله، وهذا عهد قطعه أحمد على نفسه، لا يتكرر مثل هذا الموقف بإذن الله تعالى. يعني كل بني البشر خطاؤون، يعني أي زول بيغلط دي حاجة طبيعية عند البشر، وربنا سبحانه وتعالى يعني وضع باب التوبة الآن لذلك ربنا سبحانه وتعالى بأنه الإنسان بيخطأ، أي زول بيخطأ، وخير الخطاؤون التوابون. الآن أحمد بيعتذر عن كل الأشياء اللي بدلت منه، عن كل الرشاشات التي أصابت بعض الناس، وإن شاء الله وبإذن الله تعالى لن تتكرر مثل هذه بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله المعيز، حنرجع لك مرة ثانية، لكن والد الفنان أحمد فتح الله عنده مداخلة. حقيقة أنا ملاحظة، أول حاجة المزرعة بتاعت وسائل الاتصال والسوشيال ميديا، السوشيال ميديا أول حاجة، الفنانين القامات اللي سبقوا الناس في المجال وأسماءهم سطرت تاريخ، عبد العزيز داوود، المرحوم عبد العزيز داوود، المرحوم إبراهيم عوض، المرحوم وردي، المرحوم عثمان حسين، الأستاذ أحمد الأمين طول الله عمره، كل القامات دي ما كانت في وسائل الاتصال ولا كان في بأدائهم وبكلمتهم الجميلة بتعاملهم هم اللي وصلوا رسالتهم وخلدوا أسماءهم في التاريخ. أنا برا أحمد يعني مقتنع، أحمد أصلا زي ما قلت لك هو نتيجة بتاع الاستفزازات، أنا اقترح إنه أحمد ذاته يكفي للصفحة بتاعته وينتبه لجمهوره وينتبه لغناه. ما بيكونوا عندهم تواصل مباشر. نعم، ينتبه لجماهيره وينتبه لغناه وهي اللي بتقدم وهي ان شاء الله بتقدم وتمشي لقدام، يعني وتجنبوا مشاكل واستفزازات واشياء كثيره جدا جدا. هي زي ممكن تلخصها يعني مثلا بتاعت مواكبه للشيء الحاصل والطيش بتاع الشباب ومساله زي دي، فنتمنى انه دي تكون وقفه ونراجع فيها الموقف وراجع فيها وقف صفحته، وان شاء الله من هنا لقدام يمشي احمد انسان ثاني خالص وما حيكون عنده واصل اصلا الا عبر الكلمه وعبر الاداء وعبر التجديد العام. هو طبعا بيحب يواصل جمهوره يكون معاهم في تواصل، جمهوره ان شاء الله يواصلوا بالاداء الرفيع وبالتجديد وبالظهور الاعلامي المميز عبر وسائل الإعلام الرسمية والموروعة المسموعة. أنا أفتكر ده أجمل رد لكل الناس المتربصين، وإن شاء الله ده بيحصل بإذن واحد أحد. أحمد شاب موهوب، حق الناس تساعده وتقيف وتقدم المواهب، والسودان مليء بالمواهب، الناس ما يعني ما منزول من غلطة واحدة أو من كفو واحدة الناس تحكم عليه بالإعدام، وكتابات لصحفيين بكل أسف يدعو لمغاطعة أحمد فتح الله ويقاطعوا حفلاته وينجدوهم صحفيين، كنا نفتكرهم الناس واعيين ناس كبار، والإعلام رسالة وأمانة. واحد كاتب عمود بيقول إنه صاحبي رسل لي فيديو فيه هو أحمد رافع كده بتاع صعود، ما بيعرف أحمد، ما سمع عنه، ما عارف عنه أي شيء، كاتب عمود في صحيفة الأسد وكلها صحيفة تبع الهلال، كاتب عمود كبير جدا وصاحب يكون نحترم نفسه ويحترم
ما في داعي لذكر الاسماء، كتب عمود وبيقول انه كيف يسموه البنادول، يعني كلام غريب غريب جدا يا اخي. اي انسان بيختار، ما في انسان مكمل. نعم. وخاصه لو زول صغير وما يعني بدل ما تشجعه وتوجهه انت وتاخذ بيده لحد ما يطلع في برلمان، ما تحكم عليه طوالب الاعدام ولا يعني المساله ما هي بالقساوه دي يعني. نعم. والفنان طبعا انسان رهيب داير يعني الناس عامله بصوره كده. احمد ده في البيت من اخوانه بيختلف، زول رقيق وزول لطيف يعني. اتمنى انه الناس تعرف احمد على بحقيقته الدوف. طيب هل بتعتقد، انا اسف للسؤال ده، لكن هل بتعتقد انه فقدانه لوالدته، كلنا بنتاثر بفقدان لوالدتنا، احمد ممكن يكون هو سبب في انه يخليه شويه دمه حار او ما بيتقبل النقد وكده؟ احمد اقول لك حاجه، احمد كان في ماليزيا ومرتبط باسرته بوالدته، ارتباط والدته بالذات ارتباط وثيق جدا. والدته رحمه الله ربنا يغفر له ويحسن اليها يعني مرض، ظهور المرض وتوفى كل هذا في 18 يوم. سافرنا لمصر والقاهره وفي 18 يوم احمد جاء عشان نعمل جراحه وحصلنا، هي قبل ما يجي بيوم هي توفت. المزالة دي حزت في نفسه وكتب قصيدة عنها، وحتى قصيدة ممكن أي زول في الشعب السوداني شهادة أحمد ما يقدر يكمل القصيدة، في منتصف القصيدة يبدأ فاجئ طوال بيبدأ يبكي. المزالة دي مؤثرة في نفسه أحمد تأثير كبير جدا جدا، والله لا وراكم فقد في عزيز يعني. أحمد إذا كان والدتك موجودة الله يرحمها، كان ممكن يكون ردة فعله شنو؟ أنت كان ممكن تقول لها شنو عشان توضح لها الحصل؟ الله أول شيء يا أخي إن شاء الله ربنا يرحم لها ويغفر لها. نحن حاسين بإحساسك و يعني عايزينك بجد كده، كنت حتقول لها شنو؟ أو هي كان حتقول لك شنو يا أحمد؟ الله يرحمها بس. ما ربنا يرحمها إن شاء الله. نحن ما عايزين نقلب عليك المواجع، لكن الله يرحمه في الله. نعم. حتقول لها شنو؟ لو كانت في ما كان في غونة ذاته. ليه ما ممكن تغني لها وتفرحها؟ وبالتأكيد الله يرحمه بتكون هي الله محتاجة إنها تفرح بجناها. نعم. ليش يعني. الله يرحمه في الله. طيب ممكن تكون استفدت شنو من التجربة دي أحمد؟ والله يا أخي تعلمت، أخذت درس في سعة الصدر، أخذت درس في الأخلاق برضو، أخذت درس في النبس، شفت مستويات اندرشوز زي ما بقول. الحمد لله يعني ممكن نقدر نقول عليه انا زول صغير الحمد لله، مواليد 88 يعني، بس اصغر فنان يعني من ناحيه العمر، لكن من ناحيه الجماهير الحمد لله بملي استاد ان شاء الله. طيب بما انه انت تكلمت بالصيغه الكبيره دي، نحن عايزين نقول انه بين الصيغه والغرور، نحن مع صيغتك. لا صيغه، نحن مع صيغتك بنفسك، لكن بين الصيغه والغرور شعره رفيعه وانت عارف الكلام ده طبعا. فكيف يعني ممكن تقدر تدارك انه الجمهور ما يقول عليك انك مغرور؟ لا ما في يعني كلام، دي ثقه في النفس بس. وزعلان انا جدا عشان كده، هم زعلانين اكثر مني، انا بطبح وهم بتململوا والروح هتطلع، وحاطبح باذن الله. انت في البدايه قلت جماهيرك ما زعلانين منك يا احمد؟ ما زعلانين انت والله. متاكد من الحاجه دي؟ في هاشتاج كلنا واقفين معاك، ولو ما سندناك بنقع معاك. عندي جروب فيه اكثر من 100,000 نفر اسمه جيش البنادول. يعني انا زي الدعم السريع تقدر تقول. احنا بنحيي فيك صيغتك بنفسك يا احمد. الحمد لله يا انت ربنا اليوم ربنا اداني ما اداني زول بشير ربنا، ما في مشكله راضين طبعا ونعمه بالله. نحن سعيدين بك انه انت جيت. وفي بداية كلامك قبل ما نفصل معاك ومع والدك ومع المعيز، قلت العفو والعافية أي زول زعلان مني أنا بحتذر له. بحتذر لهم والله للمرة الثانية. ما في زول بيغلط، ما في زول محصوم من الغلط، وربنا بسامح. بحتذر لكل الشعب السوداني، لكل الشعب السوداني، للفنانين، جبت لهم الكلام، لأسرتي الكريمة ومثلة في أبوي وأخواني، ربنا يديهم لي الصحة والعافية. وإن شاء الله زي ما قال أبوي يا ريت حيكون بالظهور الإعلامي المميز وبأعمال جديدة قوية جدا إن شاء الله. نعم. بالسلوك الحميد. نعم. إن شاء الله. وكتر خيركم قناة الهلال، سمحتوا لي بالفرصة دي، وإن شاء الله نردود لكم في الأفراح. أستاذ دالي عندك ديسكاون بعدين. كويس تمام، شكرا جزيلا. الله يخليك. الديسكاون بتاعنا أخذناه وخلاص بجيتك لنا واعتذارك لكل الناس اللي زعلانين منك. شكرا للفنان الشاب الجميل جدا والمميز أحمد فتح الله، وشكرا عمنا فتح الله عبد الرؤوف، شكرا جزيلا لك لقدومك. للمرة الثانية أنا بشكر أسرة قناة الهلال
وبشكرهم للإطلالة وبعتذر عبرهم لكل قطاعات الشعب السوداني. نعم شكرا جزيلا لك. وبطلب منهم انه يأذروا احمد ويدعموا احمد. يأذروا اي موهبة. أي مجال. اي موهبة كل في اي مجال. السودان ده محتاج لناس المبدعين ومليء بالمبدعين. نعم. فأرجو الناس تشجعهم وتغل عثراتهم وتأخذ بيدهم طبعاً. بدل ما يغبروهم يعني. وأنا بناشد الأسرة الإعلامية بالذات. الإعلام دي أخواننا صراحة سلاح ذو حدين وسيف. ما حاجة سهلة عشان تحكم على دول تقول غاضعوا أحمد فتح الله وغاضعوا حفلات وغاضعوا يعني مثلا ما سهلة مثلا كبيرة جدا وما في مبرر لها. دي وصية مهمة جدا والله منك. يعني أنا بقرأ في بتاعتك كأنه أحمد يتعامل مع العدو الإسرائيلي ولا كأنه يعني زي اللي بيقول لك قاطع المنتوريات الدنماركية والمنتوريات الإسرائيلية. شكرا لك الله يديك الصحة والعافية. وهو زي ما ذكر أحمد سوء تفاهم. السودان ده والله الميزة في الشعب السوداني شعب بشوش وشعب حلو وشعب لطيف. يعني الناس حقه تتسامع عن الصغائر وترتفع لي يعني البلد محتاج للمبدعين محتاج للناس الحياة اللي تخفف عليها مش الناس اللي يعني الحياة اللي بتكدب والناس وتغضب الناس يعني. وعبرك وناشد وبيخفف على الشعب السوداني الغنى السامحة اللي بيغني وأحمد وكل الفنانين الشباب وحقه وناشد الأسرة الفنية حقه الناس يعني تبعد عن القيرة والحسد والناس كلها أي زول له دوره له بصمته وكل أصغر زول وأكبر زول بيكملوا الناس ببعض بيكملوا بعض الناس. شكرا جزيلا عمان فتح الله يعني سعدنا بك والله جدا بكلامك الطيب والجميل. الناس يبعدوا عن الصغائر والناس يبعدوا عن الحسد والقيرة والناس كلها تشيل وتهدي مع بعض عشان الناس مش إن شاء الله يا رب. المعز شكرا لك يا أخي ودورك كبير جدا كأخ كبير في المقام الأول لأحمد قبل ما تكون مدير أعماله. شكرا يا معز. شكرا كل الشكر لغناء. شكرا معز فتح الرحمن مدير أعمال الفنان أحمد. وأحمد نحن حنهدي لكل الجماهيرك ولكل الناس اللي انت احتزرت اليوم أغنية المحنة. رأيك شنو تغني منا كوبلي صغير كده ونديها لهم هدية من الكنترول. عايشين ضد في واحد بنعكي روحنا ونصفى ينعاتب مرة ضميرنا مرات بتميل الكفا بنهم من بكره يجينا لعلاج لحق مستشفى.